السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم خوتي مع صفحة الخبير للإعلام الآلي. اليوم جيناكم مع هذا العرض اللي هو عبارة عن باك مارك هافيت اللي رانا بريباريو فيه. الباك هذا عبارة عن متكون من كلافي لو كاسك ولا سوري مع تابي سوري سامبل هذه هافيت توجور. دونك حنا راح نقوموا بنشر لي ريفيرونس مع كل مع البري تاع كل قطعه. الزبون ما عليه سوى انه يختار كل قطعه من الباك تاعو ويختار الحاجه اللي تناسبه سواء من الخصائص تاعها ولا البري تاعها. كيما لي كلافي كاينين في الميكانيك، كاين في السامبل، كاين في 100%، كاين في 80%. لي كاسك كاينين في الار جي بي، كاين في السامبل، كاين في اليو اس بي 7.1، كاين في الجاك 3.5. بالنسبه لي سوري كاين في الار جي بي، كاين في اللاد، وكاين في السامبل. دي بي اي كاين يبداو من 1200 حتى ل 10000 دي بي اي. مع هذا طافي سوري سامبل هافيت. ملاحظه فقط خوتي، لي بري هادو تاع الباك راح يكون خاصين بالباك هذا فقط، يعني كي تشري كلافي مع الكاسك بلاصوري راح تحصل على هذا البري. اما سعر كل قطعة وحدها راح يكون سعر مختلف. كونوا في الموعد اذا، والسلام عليكم.